هتيجوا بينا نروح ل مطرب الاستاذ محمود ابراهيم. الحقيقه هذا الرجل هو ياخد شرف وياخد شرف ويغنيه، يعني كمان كده ان هو عنده موهبتين. يمكن هو قلب قوي قوي مقام البوجاز والبيات بتاع المقامين دول عنده غبيمه، ان شاء الله يطلع من هذا النطاق قريب باذن الله. بس لو يصبغ شعره مفيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للمسرح. طبعا القناه الكبيره دي اللي على راسنا من فوق طوالي، وشكرا لحضوركم. وهنسمع حاجه جديده قوي قوي دي ان شاء الله مع مصر الاتحاد، فكوره وزر الخليج. عذرا حبيبي 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 تلقاؤنا أصبح سلام سلام سلام. عذرا حبيبي 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 تلقاؤنا أصبح سلام سلام سلام. بعد ما أسكنت في طيب جيراني، بعد ما أسكنت في طيب جيراني، والقلب سراب
حزرا حبيبي اتمنى اسمع لحن بقى ان شاء الله.